And then we say, okay. طيب خلصنا الـ XOR gates. شفنا الـ XOR gates والفائدة حقتها. Very nice gate. في other types of gate. Okay, اللي يسموه البفر. Tristate buffer. هذا الجيت مهم. هذا الجيت مهم. So قبل ما ندخل فيه نبغى نتعلم شيء اسمه High Impedance Output. High Impedance. احنا نعرف انه في الـ في الـ في الديجيتال لوجيك في جيتس قلنا انه في الكمبيوتر في الديجيتال لوجيك كل شيء يا اما 1 او 0. 1 ترمز الى انه في كهرباء سواء كان 1 فولت ولا 3 فولت ولا 5 فولت. اغلب الكمبيوتر شغاله على 3 فولت يعني بالنسبه لهم ال1 هي 3 فولت. اللوجيكال 1 هي 3 فولت. وطبعا اللوجيكال 0 هي 0 فولت. فمعناته انه دائما عندنا 2 values يا اما 1 او 0 output values. We cannot have their output connected together. So وش معناته we cannot? هذه القاعدة الثانية في الكهرباء. ما أدري. أنتم أخذتوا كهرباء ولا basics حق الكهرباء. لما يكون عندك مثلا باتري أنت ممكن حتى تجربها. أو من السوكت الكهرباء هذه حقت ال حقت البيوت. لو انت جيت حقت البيت هذا هذا حقت البيت ايش فيه؟ فيه ايش فيه هذا؟ فيه one of احد الازرق احد الاسلاك هذه حتكون هي البلس 220 فولت والسلك الثاني هو 0 فولت. فنحن نعرف انه في الكهرباء لو جبت السلك هذا وشبكته مع السلك هذا شو يصير؟ يصير احتراق او ها يصير ايوه تصير هذا مشكله. احنا لو يصير انفجار تقريبا او ينحرق يعني الكهرباء تمر بقوه كبيره بحيث انه يتشعل النار تقريبا في الاسلاك من كثره الحراره. طبعا ايش يسوي هم في البيوت؟ في البيوت دائما تلقى عندك زي حقه المفاتيح ما ادري الطبلون يا تابلون في البيوت يكون على الشكل هذا مثلا. اوكي هذه فيوزز يحطوا فيوز عشان تحمي البيوت لا قدر الله صار شيء. انت لو شبكت سويت الحركه تفصل انت لو سويت الحركه هذه تقدر تسمع كده تف وينفصل السويتش هنا في فيوز يفصل الكهرباء بحيث انه يفصل السلك هذا عن السلك هذا يفصلهم بحيث انه يقطع الدائره عشان ما تصير حريقه لانه هذه مصيبه لو ما في سويتش هذا ممكن تطلع نار وتحرق البيت كله مصيبه كبيره يعني it's very dangerous. So هذا الالتماس ممنوع في الكهرباء we know انه ممنوع. نفس الشيء لو انت اخذت باتري صغيره طبعا ما حتشوف يعني نار كبيره او حركه لكن حتشوف نفس الشيء هذا السلك حيحمى السلك حقك حيحمى وحتشوف وممكن حتى بعد شويه تولع فيه شويه نار خفيفه ما حيصير انفجار كبير لكن نفس المشكله لو انت اخذت البوزيتيف سايد هذا البوزيتيف سايد اوكي وشبكت مع النيجاتيف سايد يو جت ذا سيم بروبلم هنا حتصير شويه كده هذا حيحمي كله حيسخن وهنا ممكن تسمع كده شراره صغيره وبعدين ممكن حتى تولع نار في الاسلاك شوي ونفس حتى الباتري ممكن تتولع تحمى ممكن يصير لها شيء تنفجر او شيء. So this is very dangerous. You cannot connect aslak زي كده. نفس الشيء لو عندنا مثلا احنا في الديجيتال لوجيك جيت شغاله كلها كهرباء. So عندك هنا كهرباء جايه كده جاي هذا الجيت كل جيت لازم ندخل له كهرباء لازم ندخل له 5 فولت وندخل له 0 فولت من جهتين عشان يشتغل. انت لما تجيب الشيب حتى في الشيب شفته في اللاب. So اي شيب دائما عندك الفي سي سي اللي تعطيها 5 فولت وهذه 0 فولت عشان تشتغل ما لازم تعطيها كهرباء هو جهاز كهربائي اصلا. سو لو يكون عندك مثلا 2 جيتس
كل واحد فيه كهرباء. ممنوع في الديجيتال لوجيك سيركتس، ممنوع تسوي كده تشبكهم مع بعض مباشره، ممنوع، هذا غير مقبول. ليش؟ لانك انت قاعد تسوي التماس، هذا التماس غير مقبول، لانه مش ضمنك انتوا حيكونوا 2-0. يعني ممكن يكون هذا مثلا يطلع فيه في الاخير 1 اللي هو يعني يساوي 5 فولت، وهذا يجي فيه 0 اللي هو يعني 0 فولت، فهنا يصير التماس نفس الشيء، حتصير هنا بوم الدائرة حقك تنحرق. سو هذا غير مقبول، هذا غير مقبول الشيء هذا. ف that's what it's saying here and we cannot have their outputs connected together directly. ممنوع، هذا التماس. طبعا الكهرباء تمشي one direction بصفة عامة في التصوير، الدوائر في الكتب اغلبها يعني تمشي كده من اليسار لليمين، الكهرباء تمشي من اليسار لليمين دائما، هنا الاوتبوت والانبوتس من هنا، الكهرباء من هنا. سو طبعا لانه هذا الاغلب الكتب تكتب بالانجليزي والعلم كله بالانجليزي، فيسوونها من اليمين اليسار، او كان جو عرب شغالين على العلم هذا راهم كانوا يرسمونها من اليمين اليسار. المهم سو It turns out انه في another state في الكهرباء، في الكهرباء في another state اسمه third state غير الزيرو والوان، زيرو فولت وون فولت، في another state اسمه high impedance او high Z for short. وش الهاي امبيدنس؟ الهاي امبيدنس هو لما يكون عندك انت تجيب سلك كده، لا هو مربوط لا في الصفر فولت ولا هو مربوط في الخمسة فولت، يعني السلك كده مفصول وحده. هذا السلك المفصول لو انت جبت الميتر هذا عشان تقيس، انت لو جبت الميتر هذا وتقيس به من بين التو باتريز، كيف لو جبت هذا وربطته في الاسود والاحمر ربطته في الاحمر، حتلقى ايش حسب الباتري هذا، هذه 9 فولت، هذه فحتشوف هنا 9 فولت، حتشوف 9 فولت. بس لو اخذت انت سلك كده وحده كده ما مربوط في اي شيء وربطته في الاحمر، وجبت سلك اسود نفس الشيء ما هو مربوط في اي شيء اوكي وربطته في المكان الاسود، ايش حتقرا هنا؟ حتقرا هنا شيء فاليو كده عشوائي او غريب كده. In fact what you read here is gonna be something يسموها ايش؟ high impedance high Z. هاي امبيدنس هذا الاسم حقتها. In fact من الفولتج ما حتشوف شيء، لكن لو في شيء اسمه impedance anyway هذه امور كهربائي في الكهرباء وكذا، بس ما عندي تفصيله. لكن في هنا لما تغير السويتش هذا في شيء you can measure اسمه impedance. انت you can measure الامبيرز، you can measure voltage، you can also measure الامبيدنس الامز، هذه يسموها امز. ف you can turn البتن and measure the impedance ويعطيك impedance. هذا لما يكون سلك مش مربوط في اي شيء يجي high impedance، يطلع الفاليو عالي. لما يكون مربوط في دائرة يجي impedance low. فاذا في الدوائر عندنا ثلاث حالات، مش فقط حالتين، عندنا الزيرو والوان والhigh impedance. الhigh impedance بالعربي بالعربي بسيط يعني السلك مفصول، سلك مفصول فقط، هذه هي خلاص. اوكي ناو التراي ستيت بافر از ا بافر عنده شكل النوت جيت، بس لاحظ ما فيه نوت هنا، ما في نوت، يدخل الانبوت يطلع هو نفس الاوتبوت زي ما هو بالضبط. حلو، فقط فيه سلك زياده فيه انذر انبوت اسمه انيبل. هذا السلك enable هذا السلك يفعل الدائرة أو يخليها غير مفعلة. السلك هذا إذا خليته واحد يفعل الدائرة، فيصير المدخل هنا لأن يدخل يطلع output، يطلع هو نفسه في output، يصير كأنه يربط كيف. لما أنت تكون enable هذا one، الانيبل هذا يساوي 1، لما تخليه 1 فولت او 5 او 3 فولت وقتها تخليه 1، هنا كانك شبكت هذا مع بعض، فيصير خلاص الاوتبوت يساوي الانبوت. اذا خليت الانبوت 0 شو يصير؟ كانك فصلت، يصير السلك هذا اللي طالع من هنا سلك مفصول، يعني الفاليو اللي يطلع فيه ايش هو؟
هاي زد. اوكي لانه مفصول. هذه الفكره، اذا كان انيبل 0 يطلع الاوتبوت هاي زد مهما كان الانبوت 0 اور 1 دز ماتر، مفصول لانه مفصول اصلا. لكن اذا كان انيبل 1 يصير الاوتبوت يساوي الانبوت، اذا الانبوت 0 يطلع 0، اذا الانبوت 1 يطلع 1 بكل بساطه. That's what it is. Very simple circuit. تقول لي طب وش فايدة السيركت يا شباب؟ وانا مهمة جدا الدائرة هذه actually عندها فوائد كثيرة. حنشوف احنا right now مثلا كيف ممكن نستخدم الدوائر هذه عشان ننفذ بعض الدوائر بتكلفات يعني قليلة، يعني تخفض التكلفة. وممكن تشوفوا ايضا في اخر الكورس هذا او في 212 شوفوا استخدامات اخرى جيدة للبفر هذا، يسموه try. ليش يسموه try state buffer؟ try بالانجليزي ايش معناته try؟ باللاتيني هذه ثلاثة بالضبط. وليش ثلاثة؟ لأنه عندها 3 types of outputs، عندها 0 1 و high z، فعندها try state ثلاث حالات. That's why يسموها try state. واضح الاسم سهل جدا. So هنشوف الحين مثلا طريقة كيف نستخدم try state logic عشان ننفذ دائرة تسوي if statement. So نبغى دائرة تسوي if statement. So if statement هذه هي. So what we want to do is that we want to have a circuit يكون فيها S ويكون فيها in 0 output output value. دكتور كده تسوي حقها. ايوه دائرة. So that chip وش تسوي هذه؟ إذا S 0 عندي 2 inputs حقها في N1 و N2 ما انتبهتنا صح ولا؟ موافقيني ولا؟ في هنا N1 N0 هذه و N1 وفي 2 inputs N0 و N1. فهذه إيش تقول؟ هذه تقول if S is 0، إذا S 0 الأوتبوت حيسوي إيش؟ N0، يعني كأننا نشبك هذه مع بعض يصير الاوتبوت يساوي ان 0. واذا ان اس از 1 يصير الانبوت يساوي ان 1، يعني كان شبكنا هذه وهذه مش مشبوكه. فا اتس لايك سويتش. ان فاكت هذا الدائره مشهوره، هذه الدائره مهمه جدا في الديجيتال لوجيك، عندها اسم اسمها مالتي بلكسر. حندرسها بعدين في تشابتر 3 باكثر تفاصيل. مالتي بلكسر هي تعمل implementation ليش؟ للإف statements هذه. طيب هذه كيف ننفذها؟ نسوي لها التصميم حقتها. أول شيء نسويه truth table. فحنسوي truth table S input 0 هذه المدخلات صح ولا؟ input 1 وهذه أول. إذن 0 1 0 1 0 1 هذه 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 and 0 0 0 0 1 1 1 1 okay and so let's fill the truth table. يقول لك إذا S 0 output يساوي N 0، يعني whatever is N 0 هنا هنحطه كoutput. So 0 0 1 1 okay. وإف S is 1 output حيساوي N 1، يعني whatever is N 1 هنا هنخليه هو يطلع في الoutput. Okay, so how do I find the equation? The equation حق OL. OL يساوي the sum of the min terms. من هما؟ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Very good. Excellent. يعني بالequation we can write this as هذا 2 عبارة عن S
input 0, input 1, plus okay, so midterm 2, midterm 2 هذا 0, 1, 2, يعني بار بار, بار هنا وبار هنا, 3 بار هنا, and 5 بار في الوسط, و 7 ما عليها بار. Okay, so هذه الإكويجن. طبعا نحن we know we can simplify this, right? كيف نعملها simplification? كارنو ماب. نسوي كارنو ماب. ما شاء الله الحين انتم ما شاء الله عليكم صرتوا خبره في الكارنوماب, يعني ما يحتاج اصلا كيف اعلمكم اوريكم خبره مره خبره في الكارنوماب ولا باذن الله. So this is basically مهن اللي زندقي هلي S input 0 input 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0. So we can fill this. الأربعة هذا ميجو هنا ونقلب آخر اثنين. So بدل ما تكون 1 1 نقلبها 1 1. يا سلام. طيب. Okay. That's not so funny joke. 0 1 ونقلب آخر اثنين. ففعلا لازم نغيره. هلورا. دكتور انت حاط 0 0. دقيقة بس دكتور. ايه شفت كيف, استغفر الله العظيم. أنا هذا ثمن التن الواحد يعني ضيع الوقت ينكت بدل ما ينتبه. طيب so group of 8 ما في, groups of 4 ما في, groups of 2 الا في. أوكي. هل غطينا كل الوحدات؟ غطينا كل الوحدات. إذن النتيجة إيش؟ مين هم الأسنشل أو شيء؟ ما خلصنا. مين الأسنشل؟ الأخضر is essential لأنه هذا ما يغطيه للأخضر. وكذلك الأحمر is essential لأنه ما في. الأزرق is not essential. Therefore, the answer is OL simplified تساوي الجروب هذا عبارة عن S bar IN 0 بلس S IN 1 وهذا S IN. Okay. وفعلا الحل تحسها منطقية. What it's saying is that هي نفسها هذه. What we're saying is that إذا كان S bar فالنتيجة حتكون N0, وإذا كان S النتيجة حتكون N1 اللي هي الF statement هي نفسها. So it makes sense. ما كان يحتاج نسوي هذا كل الطريقة أصلا, واضح من الF statement حتكون هي زي كده. Amazing. Anyway, فهذه ربما أيوة في الكارنوماب الأزرق هذا أحيانا أنه ما نحطه لأنه ما نحتاجه. متى يعني أكتبه ومتى ما أكتبه؟ دائما تكتبه in the algorithm. كل البرايم امبليكنتس كلهم تحطهم في الخطوه هذيك. ما تفكر مين هو الضروري مش مين هي الضروري, تحط كلهم ضروري ولا مش ضروري, حطهم كلهم. طبعا as long as prime. طب نعرف الفرق بين البرايم مش برايم. ايه تمام, انه ما يكون ما يحتويه يعني بالضبط. But as long as ما في حد يحتويه تماما. الحين الازرق هذا هل في حد يحتويه تماما اكبر منه؟ ما في. اذا هو برايم فبحطه. أنا ما يهمني ضروري مش ضروري حالياً. حالياً أحط كل الاحتمالات. Again, هذا السؤال والخطوة هذه دائماً كل الطلبة يعني مش عارف ليش ما يبون يسمعوا يعني يسألون عنها. وبعدين حتى في الامتحان أجي الطلبة ما يسوون الكلام هذا. يبغى يختصر خطوة مش عارف إيش, يبغى يذب خطوة, يبغى يتفلسف يمشي دماغه, ما بغي ليش. لكن هذه ترى الخطوة إذا أنت ما انتبهت لها ما سويتها ممكن تسوي خطأ, تطلع النتيجة حق الخطأ. لأنه ضروري تحط كل البرايم امبليكنتس أول شيء لأنه ممكن تحتاجه. أنت مش دراك أنه ضروري مش ضروري, مش دراك أنه ما تحتاجه, ممكن تحتاجه.
فحطهم كلهم بعدين اوكي قول مين هو الضروري حط عليه علامه نقول اوكي هذا ضروري هذا ضروري والحين خلاص اذا استخدمت الضروري هذا والضروري هذا حغطي كل الوحدات اذا الازرق ما احتاجه شفت النتيجه شفت التفكير كيف العقل شفت الخطوات العقليه هذه الخطوات لازم انت تفكر بنفس الطريقه لانه ما تدري انت الازرق هذا حتحتاجه او ما تحتاجه الا ما تكمل تحط كلهم وتشوف مين الضروري مين مش ضروري هل انت غطيت الوحدات او لا إذا ما شفت الخطوات هذه ما تعرف إنه تحتاجه أو لا مش درك حطه يا أخي حطه صحيح. وبعدين شوف مين الضروري وشوف نفسك هل أنت غطيت كل الوحدات وفكر إذا قرر في الأخير إنه ما تحتاجه معك بس من الأول تستعجل وتشيله وتقول أنا ما أحتاجه مش درك وهذا اللي يخلي في نهاية توصل إنك تسوي خطأ تجيب نتيجة خطأ anyway فنرجع إذا الموضوع هذا ف this is the solution simplified فطبعاً إذا بنفذ هذه بطريقة عادية كيف بنفذها؟ في عندي AND gate هنا عندي AND gate ثاني أوكي. ودخلين في OR ولا؟ صحيح هذا ندخل فيها إيش؟ IN zero. Zero. والS وهذه IN one. وهنا حندخل فيها معها S bar ولا؟ أين IN zero معها S bar أوكي. وهذه حندخل فيها S حلو اوكي فهذا التنفيذ حقتها بالاند جيتس والاور جيتس سمبليفايد يا سلام الحين انا بعلمكم كيف هذا الحين في السلايد هذه تعلمكم كيف انه نقدر نسوي لها تنفيذ بالبفرز فقط من غير لا اند جيتس ولا نور جيتس واو اوكي التنفيذ حقتها كالتالي تقول لي كيف هذا يشتغل بالطريقه هذه خلينا نشوف كيف يلا ترى مع بعض سبوز اس از زيرو ايش حيصير ندخل زيرو هنا تصير هذه واحد خلاص فإذا يصير هذا مربوطين كأنه مربوطين صح؟ صحيح وهنا زيرو يدخل هنا يدخل زيرو وش يصير لهذا؟ يقعد مفصول نعم إذا الـ OL حيسوي إيش؟ إن زيرو إن زيرو لأنه هي اللي بتروح بالضبط هذا حيكون مفصول أها وهذا حيكون مربوط فإذا النتيجة حتكون OL0 إيه قبل ما نبدأ في أول شيء هنا الملاحظة هذه تذكروا الملاحظة إيش قلنا إنه هذه ممنوع تكون ممنوع أنا أشبك سلكين في بعض كده هذا التماس كهربائي لكن رغم ذلك هنا سويناها أها لأن عندنا الـ enable لو واحد مفصول واحد مشتغل أحسنت مين هذا يا عبد المجيد أحسنت عبد المجيد يس هذا الملخص انه صحيح هذا ممنوع في المطلق لكن في الدائره هذه بالذات حنشوف انه يستحيل يكونوا الاثنين مربوطين فبالتالي ما في امكانيه يصير التماس بتاتا لانه يا حيكون هذا مربوط وهذا مفصول او هذا مربوط وهذا مفصول انهم عكس بعض بسبب انفيرتر عكس بعض احسنت يا سحباني نعم فبالتالي هذا شفنا الحاله لما اس زيرو يكون هذا مربوط وتطلع النتيجه OL يساوي ان زيرو اللي هي نبغاها لما اس زيرو نبغى الاوتبوت يساوي ان زيرو واذا كان العكس S is 1 شو يصير؟ يصير هذا يدخل 0 فهنا حبيبنا يقفل مفصول وهذا يدخل فيه 1 فيصير مربوط إذن الـ OL يساوي N1 في حالة الـ S is 1 else الـ OL يساوي N1 وما في التماس لأنه هذا مفصول وهذا مربوط وبالتالي ما في التماس now واضح أنه هي تسوي نفس النتيجة حق الدائرة هذه exactly the same but الـ cost حبيبي هذا 2 AND gates مع OR gate بينما هذا فقط 2 buffers مع NOT gate هذا أرخص بكثير من هذا لأنه التكلفة حق الجيت هذا صغير الجيت هذا مرة صغير فيه input واحد أصلا فالتكلفة حقه صغيرة مقارنة بال AND gates وال OR gate فإذا نفذنا نفس الدائرة باستخدام الوفر هذا وبأرخص الثمن بثمن أرخص وعلى فكرة الدائرة هذه يعني الفكرة هذه it's very kind of فكرة عامة الواحد ممكن يحفظها في مخه البفرز هذا they can always implement أي شيء على شكل if statement أي شيء فيه كده نقدر نحطه على شكل if statement نقدر ننفذه كده فمثلا ناخذ مثل ولا ما تبغى أكيد أنا أبغى أوكي يعني موافق ما عندكم مشكلة يعني ما في رفض طيب مثلا suppose عندك هذا truth table حلو 0 0 0 1
اونو زيرو اونو اونو. وسبوز الاكس حقك is basically مثلا it is 0101. اوكي now we can write this in if statement. كيف نكتبها if statement؟ شوف نقول if a is 0 يعني في الحاله هذه الاكس يساوي ايش؟ البي. صح شفت كيف؟ يا شاء الله عليك والله. شوف يا شباب والله صح ولا تساوي البي ولا شوف نفس البي عندك دقة ملاحظة ما شاء الله. الله يسلمكم. Very good. B. If else يعني else if A is one الـ X يساوي إيش؟ الـ A اللي هي الحالة هذه. A is one. Now when A is one الـ X يساوي إيش؟ لا D. B برضو. D. برضو بي. دي. اكس اس بي. اوكي. طيب هذه ممكن انا سويت اكزامبل كده غبي شوية. خلينا نقول مثلا والله نسويها كده. في الحالة هذه وشو؟ ايز اكس يساوي ايش؟ الاي. يساوي اي او يساوي ون. It's just one. ولا هو اي نفس الشيء. نعم. فإذن we can put it in if statement. That means that I can implement it this way. ممكن أنفذه بالطريقة هذه. أحط مكان ال S بحط ال A. أدخل A هنا مكان ال S. Okay. إنه الأس لأنه هنا مكان الأس هو السيلكتر. أس ليش أس يعني نقصد بها سيلكتر. أس فور سيلكتر يعني هو اللي نختار فيه هو السيجنال أو الإنبوت اللي نختار به سيلكتر. سو أي مكان الأس والأوتبوت أو إل هو الأكس والإنبوت 1 والإنبوت 0 والإنبوت 0 والإنبوت 1 هنا حيكون الإنبوت 0 هو البي وهنا الانبوت 0 حيكون انبوت 1 عفوا حيكون هو ال1 ممتاز. فاذا في الانبوت 0 حندخل بي وفي الانبوت 1 حندخل 1. هنا ما نقدر نقول اي يا اتس اوكي اور اي دزنت ماتر وي كان اولسو جيت ات فروم اي يعني دزنت ماتر يعني ندخل 1 يعني في سي سي اوف في سي سي أو نجيب من الأي ما في مشكلة it works both. خلاص حلو خلاص. in fact أي truth table مهما كانت المدخلات هذه ال output هذا مهما كان فأي truth table هذا we can make it an if statement يعني ممكن يكون مثلاً 0 0 1 0. فهنا حتكون ال if statement إيش if a is 0 حيكون ال output x يساوي ايش 0 0. واذا كان 1 حيكون عكس ال b bar. It's fine we can always do it. فشو نسوي نصير ندخل هنا في ال n 0 0 وهنا حندخل b bar. فاي truth table اعطيني اي truth table مهما كان I can always نحطه على شكل if statement وانفذه بالدائرة هذه. واو شيء قوي حلوة. طيب ما دام عجبكم كده أنا فرحان إنك سمعت مني كلمة واو واضح إنه عجبكم الموضوع. فهل معناته إنه لما يجي سؤال في الامتحان زي كده يعني يقول get full mark بإذن الله حين العظيم أتمنى إن شاء الله 100% كلكم فول مارك فيه إن شاء الله. الله يجزاك خير إن شاء الله. يس سؤال دكتور يعني وش أكثر حاجات ممكن نشوفها باليوم الطبيعي وتطبق فيها هذه بقوة حركة الـ if statement أو الـ buffers ها
هذا اوه الاف ستيتمنت هذه مالتيبلكسرز اللي سميناها مالتيبلكسرز مهمه جدا جدا. مالتيبلكسرز يعني مستخدمه كثير يعني في الدوائر كلها تقريبا فيها لازم مالتيبلكسر. امثله في مثال هذا شفت المثال هذا وين راحت الدوائر سبحان الله is it here no. طيب so اللاب هذا اللي سويتوه اي نعم هذه وش هذا هذه ادر ادر طيب هذا وش هذا ماكس بلتر مالتيبلكسر معليش هذا مالتيبلكسر شو يسوي هذا مالتيبلكسر يختار ما بين الادش الادر المخرج حق الادر الاول والمخرج حق الادر الثاني طيب هذا الادر الاول والادر الثاني شو يسوي هذا الادر يجمع ايش يجمع الـ A النمبر A هذا مع البي ان فاكت مع مش البي مباشره حسب ممكن يكون البي او ممكن يكون البي بار لانه هنا عندي هذا السيلكت لاين يدخل مع المالتيبلكسر فاذا كان واحد حيقلب كل البيتس هذه فحيدخل هنا بي بار اللي هو الكومبلمنت الكومبلمنت حق البي وبعدين بناخذ السيجنال هذه اللي هي 1 بندخلها كاري ان فاذا هذا حيسوي يا اديشن ما بين اي بلس بي او حيسوي اي ماينس بي حيسوي طرح كيف نسوي طرح بالتوز كومبلمنت كيف نسوي توز كومبلمنت نقلب البي ونزيدها واحد فهذا يسوي يا اي بلس بي او اي ماينس بي على حسب السيجنال هذه خلاص أوكي. بعدين المخرج هذا شو نسوي به؟ نطلع منه يا عادي أو كومبلمنت. إيه. فنسوي كومبلمنت هنا. ونزيده وش الفاليو هذا هنا؟ واحد. نزيده واحد. فنقلبه نزيده واحد معناته قاعد نسوي توز كومبلمنت حقه. من جهة هذه. قاعدين نزيده برضو هذا مش واحد ايش هذا والله صراحة قاعدين نفك هذه 8 بت لانه انت هذا اعرف انه هذا 8 بت طالعين هنا نسحب منه بت واحدة نسحب منه بت واحدة بالضبط ايوه فاحنا قاعدين 8 بت نفكهم سبلتر هذا يسموه سبلتر يفك 8 بت ويسحب البت الثامنة وليش نسحب البت الثامنة لأن البت الثامنة هي هذه الساين بت في توز كومبلمنت نعم البت الأولانية تعطيك إيش تعطيك الساين ولا صحيح ضروري أن أخذ البت الأولانية عشان البت الأولانية هذه هي الساين بت هي حتقول لي يا النمبر حيكون نيجاتيف يا بوزيتيف this is the sign bit اوكي اوكي فسحبتها وطلعتها حطيتها هنا واحدة كاوتبوت اللي هي تعطيني الساين اذا كان صفر معناته بوزيتيف نمبر واذا كان 1 نيجاتيف نمبر يس اوكي وبعدين الرقم هذا اللي طلع اذا كان نيجاتيف ما اقدر اعمل له ديسبلاي كما هو صحيح لازم اقلبه بتوز كومبلمنت فجيت هنا عملت له كومبلمنت فصار هنا خلينا نسمي الاوتبوت اكس
فهنا صار اكس بار فدخلت اكس بار وبعدين زدت واحد هذا واحد انا كلها اصفار الا واحد فهنا يطلع ايش يطلع توز كومبلمنت اكس بار بلس 1 اذا كانوا نيجاتيف اذا كانوا نيجاتيف حيطلع هنا حسويه بوزيتيف بالقوه حقلبه مره ثانيه بالتوز كومبلمنت اوكي وبعدين المالتيبلكسر هذا يخليني اختار اذا كان الرقم نيجاتيف اذا كان الرقم نيجاتيف حيجيني هنا 1 البيت ساين بيت هذه حتكون 1 صحيح اذا حختار التوز كومبلمنت نعم الحين تكون هنا في الخيار 1 حسوي له ديسبلاي واذا كان البيت هذه بوزيتيف معناته الرقم از بوزيتيف فاطلع النتيجه كما هي اطلع النتيجه كما هي على طول ما في داعي يسوي له توز كومبلمنت اذا هذه الدائره تجمع الرقم A و B او تسوي الطرح على حسب هذا جميل اذا يسوي هذه زيرو يسوي الجمع ويطلع النتيجه لكن ممكن برضو الجمع يكون نيجاتيف لانه ممكن هذا يكون نيجاتيف نمبر مثلا ممكن يكون هذا ماينس 3 وهذا يكون مثلا ماينس 4 فلما اجمعهم تطلع النتيجه ايش ماينس 7 صح فماينس 7 هذه ما اقدر اطلعها كما هي لازم اول شيء افك الماينس افك الساين اجيب الساين احطه هنا وبعدين النيجاتيف هذه تخليني اختار يا اطلع الرقم كما هو اذا كان بوزيتيف خلاص اطلعه كما هو او عرضوه او اقلبه اذا كانوا نيجاتيف زي هذه ماينس 7 نعم فاذا البيتس اللي حيطلعوا هنا الثمانية بيتس اللي حيطلعوا هنا حيكونوا ما حيكونوا 7 ما حيكونوا كده صحيح توز توز كومبلمنت حقتها نعم اللي هي ايش اللي هي 0 0 0 1 1 1 1 فيطلع كده فانا I don't want to display this ابغى display minus 7 فلازم اقلب هذا الى 7 اقلبه ارجعه 7 فاسوي له توز كومبلمنت اسوي له توز كومبلمنت وهنا المالتيبلكسر يخليني اختار اذا كان بوزيتيف بختار النتيجه زي ما هي واطلعها اذا كان نيجاتيف اخلي اختار النتيجه توز كومبلمنت حق النتيجه اوكي واو والله قوي صراحة قوي جدا طيب لو طرحت فين حقرينا والله نسويها على طول ما ندري وين رايحين يا دكتور أيوه. لو طرحت طيب رقمين من بعد طرح مع طرح يدري انه راح يصير الناتج موجب بالدائرة هذه ولا يدري لانه كيف يدري بالبت الاولانية هذه هو بس يشوف البت هذه اذا زيرو النتيجة بوزيتيف اذا نيجاتيف 1 النتيجة نيجاتيف يس ما عنده مشكلة طبعا اذا سويت ارقام كبيرة تطلع خارج الرينج لان الرينج هاي هذه كالكوليتر اتس كالكوليتنج 28 بت نمبرز سوي جمع وطرح بس انت عارف الرينج حقتها يمشي من الا 128 الى 127 اذا سويت اي عمليه النتيجه حقتها تطلع اوتسايد الرينج هذا برا الرينج هذا ايه فالنتيجه حتكون خطا عندك مشكله لانه ما سوينا احنا هنا السيركتري اللي تخلينا نكتشف انه في اوفر فلو ونطلع ايرور احنا ممكن نسوي هذا جزء من السيركت هنا بحيث انه نطلع النتيجه هذه ندخلها وهذه تكتشف تشيك سوي تشيك اوفر فلو واذا طلع في اوفر فلو ممكن نخليها تولع لمبه هنا تقول في خطا انتبه النتيجه خطا دونت ها بحيث يعني ما تقدر توثق بالنتيجة اللي طالعة. أيوة نعم نعم تقول تعطينا علامة إنه هذا خطأ النتيجة فا don't use it نتيجة خطأ لأنه أنت طلعت من الرينج برا الرينج. But as long as في الرينج هذا هذا تشتغل 100 it's a calculator of 8 bit numbers. وتعمل لك display دائما الرقم تعمل لك display يعني ك minus تعطيك sign تعطيك sign وتعطيك الرقم حقه. مثلا النتيجة هنا minus 4 minus 3 plus minus 3 تعطيك minus 7 فهذه تولى عشان minus وتكتب لي هنا 7 اوكي فممكن بعدين تاخذ انت الماينس هذا تشبكه بلمبه في الكالكوليتر يكون فيها علامه الماينس والنتيجه هذه تشبكها في اللي يسموه الديسبلاي هذاك اللي ابو 8 7 7 سيجمنت ديسبلاي اي
فيزمك دائرة أخرى. كم يزمك من ديسبلاي هذا؟ لأنه هذا النتيجة ممكن تكون 127، معناته يزمك ثلاثة منهم. لأنه ديجس هذه عندك possible ممكن تكون نتيجة 127 أو 128، فلازم إذن ثلاثة من ثلاثة من الدوائر هذه عشان كل ديجس دائرة. صح؟ صحيح. يبغالك إذن نفس الشيء، مشكلة أخرى، يبغالك دائرة أخرى هنا، يبغالك دائرة أخرى معقدة هنا عشان تحول لديسمال. أيوة، عشان تحولها لدى من تحولها من باينري، هذا باينري إلى so from binary to BCD، لازم تحولها BCD عشان تطلعها، هذا BCD. صحيح. فلازم تفهم الدائرة هذه، يعني very complicated الدائرة هذه، عشان تحولها إلى BCD يطلع لك BCD، يطلع لك مثلا لو كنت نتيجة 127 هتطلع لك 110111، هطلع لك كده، وهطلع لك البي سي دي الثاني 0010، والبي سي دي الاخير 0001، وهذه حتروح تولع رقم 7 هنا، هذه حتروح هنا حتولع رقم 2، وهذه حتروح هنا حتولع رقم 1. اوكي، هذا حيولع الاثنين كده رقم 1، هذا حيولع كده، وهذا حيولع 7. يا سلام. بس ما هذه الدائره معقده، ما سويتها، بس ممكن يعني مره انا اتذكر في بروجكت سويناه على في اخر الترم، وخليناهم يصوروا الدائره كامله بهذا بالباينري تو بي سي دي، وايضا بالتشيك اوفر فلو، دائره حق التشيك اوفر فلو. ما شاء الله. Yeah, it was a nice project, يعني very nice little project. وهذه basic، يعني حق هذه من أهم الدوائر في الـ digital logic اللي هي computer calculator. يعني calculator هذه من أهم applications حقتنا في مجالنا. أصلا مجالنا كله اسمه computer computing، يعني الهدف أم الشغل هذا كله، البروجرام كله هو الcomputing، صناعة الكمبيوتر. computer هو اللب حقه، قلبه. كيف تصنع كالكوليتر، كيف تصنع كمبيوتر، you know, so it's very important. Okay, we're done with this. The next important topic we need to study اللي هو delay. Very important. Time حق الدوائر. So it's a very important measure for the performance of a digital system, such as a computer. Is the speed at which is capable of operating. الحين انت لما تروح تشتري دائرة، دائما من اهم الاشياء اللي تشوف تسمعها او تسأل عنها في الكمبيوتر ايش هي؟ سرعة المعالج. دائما نحكي على سرعه معالج، وناس يقول لك الله كمبيوتر حقك 2 جيجا هرتز، والاخر يقول لك 3 جيجا هرتز، والمصنعين يتنافسون في سرعه الكمبيوتر، سرعه السي بي يو حقه، هاو ماتش جيجا هرتز. سو هذا كان مربوط بالتايمينج، مربوط بالسرعه، فيري امبورتنت، يعني تفرق في الدوائر سرعه الدوائر، لانه هذا تفرق في السوق. لما تكون دائره اسرع تنباع احسن، الناس تشتريها، وتكون سعرها اغلى، ربح اكثر. فاذا صحيح الثمن التصنيع مهم، لكن ايضا السرعه مهمه. وكل شيء، كل الدوائر عندنا في اللوجيك والديجيتال لوجيك عندها تايم، it takes time to work. يعني مهما كان التايم صغير، يعني مثلا الاند جيت ممكن يكون مثلا 30، واليونت ايش اليونت؟ نانو سكند. نانو ايش؟ سكند. شو معناته نانو سكند؟ يعني to the power 9. احسنت، minus 9، ايه to the power of minus 9. اوكي. نانو يعني هي جزء من البليون. No, no. So it is 1 nanosecond. اللي هي 10 to the power of minus 9 seconds. So it's a very very small number. Yeah, they work in this range. وفي حتى أسرع، ممكن they work at 10 to the power of minus 12 seconds. يعني أرقام مرة صغيرة. So هذه مثلا 30 nanoseconds. So 30 nanoseconds يعني جزء من البليون من الثانية. It's very fast. Very fast. فاحنا يعني نقول، يعني ما نحسها لما نشوف احنا الشيب تشتغل، ما نشوف ان هي تبطل ابدا، نشوفها سريعه مره، لكن حقيقه ما هي. صحيح سريعه، هي صحيح شغاله في النانو سكندز، لكن في نهايه الامر ما هي زيرو، still takes some time. صحيح. وهذا طبيعي، في الطبيعه هذه ما في شيء يكون فيكون، كل شيء محدد بالزمان والمكان، الا الله سبحانه وتعالى. في الكون هذا اللي احنا عايشين فيه، كل شيء محدد بالمكان والزمان، لا يقدر كل مخلوق في الكون هذا محدد بالوقت، ياخذ وقت علشان يسوي اي يشتغل، محدود بالوقت، وما يقدر يرجع الماضي، ما في رجوع للماضي، ولا يقدر يشوف المستقبل. كل ما هو مخلوق وكل ما هو سبحان الله
في هذا الكون هذا. وكل ايضا محجوز بالمكان حتى ولو كان الضوء، شفت الضوء النور، النور هو اسرع شيء في الكون، عنده سرعه محدوده. والدليل انك الضوء هذا عشان ينتقل من مثلا من النجوم اللي احنا نشوفها في السماء عشان يوصلنا ياخذ ملايين السنوات الضوئيه، ياخذ ملايين السنوات الوقت عشان يوصلك. Imagine اللي هو اسرع شيء. فما في شيء في الدنيا هذه الا محجوز بالمكان وبالزمان الا الله سبحانه وتعالى، هو فوق المكان وفوق الزمان. يعني هذا انا وقت انتهى، لكن هذه ديسكشن حلوه. اتذكر دائما كنا صغار كنا هذه من الاسئله الاشياء اللي كنا ندرسها في ندرس فلسفه، فكان طبعا من الاسئله الوجوديه نسال على وجود الله وجود الدين، وهذه كانت يعني discussions او مناقشات حلوه.